اي السلام عليكم، كيف حالكم اخوتي؟ كل شيء مزيان، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، بصحة جيدة وفي احسن الاحوال. كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق بان غادي نعيط العمالة من العمالات اللي هما الغاو عقود العمل، تلغاو السنة اللي فاتت تلغاو في ثلاثة العمالات وتزادوا ثلاثة العمالات هذه السنة، هذه ولاو هما ستة العمالات اللي لغاو عقود العمل هذه السنة. غير سمعنا ولكن شي واحد فينا ما تاكدش من طبيعه الحال، وقلتها لكم، قلت لكم الا باغيين تاكدوا حاولوا انكم تواصلوا بالعماله، يعني ثلاث تواصلتي بالعماله، سواء شي واحد انا في ايطاليا كتعرفوا خوك اختك شي حد من العائله ولا السمسار ولا الباترون بنفسه اللي باغي يدفع لك، يحاول انه اولا قبل ما يدفع الطلب يتواصل مع العماله مع البريفيتورا ويشوف فعلا واش تلغاو في هذه البريفيتورا ولا ما تلغاوش. انا ان شاء الله دابا غادي نحاول نتصل بعماله من العمالات اللي سمعنا انهم تلغاو، وهي غادي نتصل دابا بعماله بوردينوني. بوردينوني حتى هي معروفه بالمهاجرين وكاين الناس اجانب بزاف كيحاولوا انهم يديروا دوماندات طلبات في الديكريت تو فلوسي باش يدخلوا سواء العائله ديالهم ولا كاين سماشريه تما. المهم ماشي سوقنا اللي كيهمنا بزاف وهو الاتصال بهذه العماله ونشوفوا واش لغات عقود العمل ولا ما لغاتش، لاننا سمعنا كاين تسريبات وسمعنا ناس في اليوتيوب قالت بان هاد العمالات راهم لغاو عقود العمل، منهم بوردينوني اللي غادي نعيطوا عليها دابا، منهم غوريسيا، ترييست، بولسانو، ترينتو، واودينه. خوتي غادي نعيطوا العمالة دابا ونشوفوا واش تلغاو ولا ما تلغاوش كيف ما وعدتكم، وغادي نشوفوا دابا نيت per l'ufficio immigrazione nucleo operativo tossicodipendenze digitare 4 per l'ufficio immigrazione 4 si avvisa che gli uffici rispondono dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 13 digitare 1 per cittadinanza 2 per sportello unico immigrazione 3 per categorie protette orfani un attimo prego Pronto, buongiorno. Buongiorno. La vorrei chiedere per favore informazioni sul decreto flussi. Per quello bisogna guardare in internet sì. E quali sono i requisiti e sì. Poi per inviare la domanda se c'è appunto... Okay. E per le domande se possono inviare o no? Sì, però deve andare a un patronato o un'agenzia per l'invio. Per le quote... Perché loro... Perché, scusami, perché ho sentito che Pordinoni ha annullato o rifiutato la sua quota dell'ingresso quest'anno. Scusa, di quello nuovo, di adesso? Sì, di quest'anno. Ma adesso c'è un nuovo decreto flussi? Sì. Proprio adesso, adesso? Sì, c'è. Ma non hanno annullato la quota, no? No, che noi sappiamo, no, perché stanno mandando le domande dal prossimo... Da pochi giorni si inviano le domande. Forse dal 27 iniziano le domande non stagionali, giusto? No, bisogna vedere, bisogna chiedere al patronato perché noi le riceviamo solo ma non le seguiamo dall'inizio. Oh, ok, va bene. Allora comunque mandiamo le domande, tutto normale, tutto tranquillo. Sì, rivolgiti al patronato e invia le domande, okay. Poi si vede dopo se ci sono... Ok, avevo dubbio che avete annullato o rifiutato la vostra quota dell'ingresso, soprattutto del non stagionale. No, non mi risulta, non mi risulta. Ah, ok, va bene, grazie mille. Ok, niente. Grazie, arrivederci, grazie. Buongiorno. Ikhwan, kif ma smana? Smana? هاتوما الاخوان تسريبات، كنا سمعنا تسريبات والناس قالوا في اليوتيوب بدون ذكر الاسم كيوقع الغلط، ممكن قالوا بان بوردينوني، انا دابا عيطت لبوردينوني وقالوا من ضمن العمالات اللي لغاو الديكريتو فلوسي وهي بوردينوني. كيف ما سمعتوا دابا عيطت لبوردينوني قالوا لي لا، رسلوا الدومندات كومونكو، يعني رسلوا الدومندات لهاد العمالة هادي، حنا ما في خبرنا حتى حاجة بلي أن راه الكوطات تلغاو ديال نون ستاجيونالي ديال عقود العمل غير موسمية ديال موديل بي. قالتلك سير الكاف، راه سمعتو، سير الكاف خذ معلومات ورسل الطلب. أنا قلت ليها رانا عارف أنه ابتداء إن شاء الله من نهار 27 في هاد الشهر هذا غادي يبداو نون ستاجيونالي، يعني الدومندات اللي هما غير موسميات من طبيعة الحال ديال موديل بي 2020، مكتوب عليه موديل بي 2020. بريفيتورا
قالت لا، ولكن ترينتو وبولسانو وودينه غوريتسيا ترييست خاصنا نعاودو نتاكدو منهم هاد العمالات هادو. سمعنا في واحد الفيديو تقريبا داز واش البارح ولا البارح في قناه اليوتيوب عند واحد الاخ، نقولو اخ حنا ما نكذبو، حنا ما كنكذبو حتى واحد، ممكن يعني كان تسريب، ممكن كان سمع بان هاد العماله حتى هي بوردينوني، لانه ذكر بوردينوني انها لغات، ولكن كيف ما شفتو ما لغاتش. المهم غادي نتاكدوا حتى من العمالات الاخرين ونشوفوا واش لغاو ولا ما لغاوش، لان ترينتو وبولسانو واودينه هادو ثلاثه السنه اللي فاتت لغاو، الناس دفعوا ولغاو ليهم كونترات ديالهم. هاد السنه هادي سمعنا كاين كلشي، هادشي هذا كاين ترينتو وبولسانو واودينه غوريتسيا ترييست وبوردينوني اللي هي عيط ليها دابا قالوا لي لا ما لغيناش. فهمتوني اخوتي، يعني خاصنا ضروري نتاكدوا قبل ما نديروا شي حاجه. كنتي مثلا اللي بغيت نوصل ليك، ضروري انك الا كنتي باغي تدفع شي عمله من هاد العمالات، قول شي واحد كتعرفو هنا، خوك ولا اختك ولا السمسار براسو ولا الباترون كاع، قول له يتاكد ويعيط العماله البريفيكتورا ويشوف واش ممكن يدفع الطلب ولا لا، واش تلغات الكوطه ولا لا. انا راه عيط دابا قالوا لي ما تلغاش كوطه في بوردينوني، عيط غير بوردينوني الاخوان، ترينتو بولسانو مازال ما عيطش ليهم. كيف ما كنت وعدتكم قلت لكم غادي نعيط العماله من هاد العمالات هادو ونتاكدوا. اخوان الله يسهل عليكم، سولوا على راسكم عاد توكلوا على الله وراه يكون خير ان شاء الله، والله يسهل على الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.